يا مساء الخير والسعادة عليكم يا أجمل متابعين متابعين شركة مجمع الشامل. جاهزين لتغطيتنا اليوم؟ بس قبل ما نبدأ تغطيتنا حابة أذكركم بالموقع شارع بلال بن رباح مخرج 29. عندنا تشكيلة كبيرة من مرطبات الجسم والأيدي. عندنا هذا الفيتامين سي بودي لوشن اللي يميزه أن ترطيبه جدا قوي وعالي ويعطي نضارة ب5.75 ريال. هللة هذا لوشن الرز الياباني اللي يميز انه يعطي نضارة ويخفف الاحمرار ويخفف علامات الحبوب ب5.75 ريال. هللة شوفوا هذا البودي لوشن بزهرة الكرز، متوفر بزبدة الشيا وزيت اللوز اللي يميزه انه ترطيبه جدا عالي ويقعد فترة طويلة. الواحد ب5.75 ريال. هللة شوفوا معي هذا مرطب الجسم بالحليب والكولاجين والفيتامين اي اللي يميزه انه ترطيبه عميق مع تركيبته الخفيفة ويعطي نضارة واشراقة للبشرة. توفر معنا كمان اليوم لوشن الجليسرين هذا لليدين والجسم اللي يميزه انه بالفيتامين اي ب5.75 ريال. هللة ومين ما يعرف فوائد جل الصبار للبشرة اللي يميزه انه يخفف اثار الندوب والحروق وغير كذا خفيف على البشرة ويعطي نضارة ويشيل لك بقايا الميك اب ويخفف الهالات حول العين. تاخذين جل الصبار من شركة مجمع الشامل ب5.75 ريال. هللة توفرت عندنا اليوم لحايات الاكل والفواكه للاطفال اللي يميزها انها مصنوعة من مواد آمنة وغير كذا المغلف الواحد يجي فيه 3 حبات ب5.75 ريال. هللة بس. وعندنا ميزان الحرارة هذا للموية، تقدرين تقيسين الموية قبل ما تحطين البيبي في الشاور ب5.75 ريال. هللة وعندنا تشكيلة كبيرة من حافظات الحليب هذه في أشكال مرة متعددة وألوان كثيرة، المغلف الواحد ب5.75 ريال. هللة وهذا الشكل الثاني من حافظات الحليب البودر، المغلف الواحد ب5.75 ريال. هللة وتوفر عندنا اليوم فرشة الأسنان هذه للأطفال أفضل من العادية وتحمل لثة ومصنوعة من مواد لينة تجي على شكل حرف يو، المغلف الواحد ب5.75 ريال. هللة أشكال مرة كثيرة من عضاضات الأسنان هذه ب5.75 ريال. هللة وهذا طقم خاص للعناية بالأظافر للأطفال، المغلف الواحد ب5.75 ريال. هللة توفرت عندنا الأشكال الرهيبة هذه من الشنط الفرو للبنوتات، الواحد ب5.75 ريال. هللة شوفوا أشكال البناطيل الشتوية النسائية اللي عندنا، الواحد ب5.75 ريال. هللة شوفوا إيش عندنا، عندنا واقي المراتب هذه اللي يميزه أنه مقاوم للموية والرطوبة ومانع للتسرب والبكتيريا وكمان صديق للبيئة وقابل للغسل ب43 ريال بس. وعندنا هذه المناديل المبللة للأطفال، الثلاث مغلفات ب5.75 ريال. هللة شوفوا هذه التيشيرتات الرهيبة النسائية، توفرت عندنا بألوان مرة كثيرة، الوحدة ب5.75 ريال. هللة انتم متخيلين؟ شوفوا هذا اللون منها وشوفوا التفاصيل اللي فيها ب5 ريال بس. والأشكال الرهيبة هذه من بجايم المواليد، تفاصيلها مرة حلوة، شوفوا لونه ب17 ريال بس. وعندنا هذه الأشكال من بجايم المواليد ب11 ريال و50. هللة بس. عندنا اليوم الأرواب الرهيبة هذه للبنات والأولاد، متوفرة هذه الألوان والأشكال، الوحدة ب11 ريال و50. هللة توفرت عندنا الأشكال هذه الرهيبة من التيشيرتات النسائية الشتوية، الوحدة ب5 ريال و75. هللة توفرت عندنا اليوم كمية كبيرة من بهارات أسنان بكل الأنواع، الواحد ب11 ريال و50. هللة
اللي يحب التمور المحشية فينكم، شوفوا شو وفرنا لكم اليوم بشركة مجمع الشامل. هذا التمر المحشي، وعشان عودة المدارس شوفوا وفرنا لكم كروسان الفراولة، هذا من بونتو واللي بالفانيلا والشوكلت. المغلف الواحد فيه 5 حبات، يجي مع حبتين مجانا ب5.75 ريال. هلا، عرضنا لليوم مكرونات بدور متوفرة بكل الأشكال، 4 حبات ب5.75 ريال هللة بس. توفرت عندنا هذه القلايات الصغيرة بحجمين مختلفين، الواحد ب5.75 ريال هللة. اللي يعانون ان المفروشات والملابس تاخذ معهم مساحة مرة كبيرة في التخزين، وفرنا لكم هذه الاكياس، اكياس ضغط للمفروشات والملابس. اللي يميزها ان ما توصلها روائح ولا حتى موية، غير كذا تاخذ مساحة مرة صغيرة. المغلف الواحد ب5.75 ريال هللة. اللي تعاني وما تقدر تفصل بياض البيض عن صفار البيض، شوفوا ايش وفرنا لك اليوم شركة مجمع الشامل. عندك هذا المنتج يفصل البياض عن الصفار، المغلف الواحد فيه 3 حبات ب5.75 ريال هللة. شوفوا معي حافظة الطعام هذه الرهيبة، تجي مقسمة قسمتين، 3 حبات ب5.75 ريال هللة. شوفوا حجمها رهيبة. عندنا هذه الأكواب بعبارات لطيفة، الوحدة ب5.75 ريال هللة.